سرنج، هات الأشعة يا عم وتعالى بسرعة. لا الأشعة دي بتاعة أبويا وأنا عايزها يا عم. ما تخافش مش هديها لدكتور تاني يا سرنج، أنا عايز الأشعة دي يا عم علشان هو ده يعتبر الميراث الوحيد من المرحوم أبويا الله يرحمه. وبعدين أنا ما عنديش صورة ليه يعني، فدي الأشعة دي مش صورة برضو؟ طيب يلا هاتها بقى عشان عايز أبروزها وأحطها معايا في البازار. يلا سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دول؟ يلا يا رمزي، الفرشة بتاعتك هنا ليه؟ أنا مش قايل لك 100 مرة الزفت الفرشة اللي أنت بتنام عليها، شيلها ما تقوم. أنا آسف يا دول، مش هعمل كده تاني. آسف إيه ويا باب إيه؟ ما أنا قلت لك 100 مرة، أنت ما بتسمعش الكلام ليه؟ ولا شيل الكلام ده، شيل الكلام ده، أنا واتكل على الله. يا دول أنا آسف بقى يا دول بقى، معلش. معلش، وإيه التمثال ده؟ التمثال ده إحنا مش بعناه إمبارح؟ أيوه، ما الزبون جه رجعه النهاردة الصبح. ورجعه ليه النهاردة الصبح؟ وبعدين مين اللي كسر مناخيره كده؟ الزبون يا دولة هو اللي كسر والله. طب والزبون كسر مناخيره ورجعه، تاخده منه ليه؟ هو انا ناقص خسارة؟ الزبون دايما على حق يا دولة، حتى تثبت ادانته. خلاص حتى تثبت ادانة الزبون. بس يلا بس يلا يا دولة. وبعدين احنا ممكن نبيعه تاني، مش مفيش خسارة ولا حاجة. ونبيعه على اساس ايه بقى؟ على اساس ان ابو الهول بالمناخير المكسورة دي؟ ايوه يا دولة، اديك قلتها، هو ابو الهول. وبعدين مش ابو الهول ده بيقرب لتوت عنخ مأمون؟ وكمان مش عارف اسم البضاعة اللي انت بتبيعها. لا انا خلاص خلاص بجد يا رمزي، انا زهقت منك. أنا اطلع برا. انا اسف يا دولة، مش مفيش اسف، انا مش عايزك معايا في البازار. يلا يلا اطلع برا. انا اسف. خد 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 الزبالة بتاعتك دي كمان واتكل على الله، اطلع برا. دي زبالة دي؟ اه زبالة. ماشي، على فكرة بقى انت هتخسرني. هخسرك بس اكسب البازار، اكسب مرة واحدة في حياتي، اطلع برا. ماشي ماشي ماشي. انت هتفضل مقضيها ماشي؟ طب ما تمشي. امشي يا رمزي. ماشي. ايه ده؟ انا مشيت رمزي؟ يعني انا دلوقتي قاعد من غير رمزي؟ معقوله؟ ده ايه الحلاوه اللي انا فيها دي؟ ده ايه اليوم الجميل ده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحت امرك. امال الاستاذ رمزي فين؟ استاذ رمزي؟ لا خلاص الحمد لله، ما بقاش في حد بالاسم ده. انا سرنجه التمارج اللي شغال عند الدكتور اللي فوق، وكنت جايب له الاشعه بتاعته اللي طلبها مني. اشعه؟ رمزي طلب اشعه؟ اه الاشعه بتاعته. طيب انت ممكن تسيبها لي يعني، انا اديها له ان شاء الله. لا دي عليها فلوس. اه يعني خسايره بعد ما يمشي كمان. عليها كام؟ 20 جنيه بس. لا حاضر، اتفضل، ادي 20 جنيه. اه ماشي، اتفضل يا شباب. متشكر قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ رمزي عمره ما قال له انه عيان. ده اشعه مخ. ده مخ حمار. مساء الخير يا استاذ عادي. مساء النور، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، اتفضل. خير؟ كلمتني قلت لي عايزني في حاجه. يا سيدي انا كنت عايز منك تمثال صغير زي ما قلت لك في التليفون. اصل انا مسافر اليابان عشان عندي مؤتمر هناك، وكنت عايز اهادي صديق ليا هناك بيه. لا قوي قوي. حجمه قد ايه حضرتك؟ صديقي؟ لا. التمثال اللي هتدي لصديقك يعني. طيب بقول لك صغير كده. اه عشان يتحط في الشنطه بتاع عينيا. حاضر. استاذ عادل، هي الأشعة دي بتاعتك؟ ليه حضرتك خير؟ بتاعت واحد قريبي. ده حالته ميؤوس منها خالص. ميؤوس منها؟ يعني إيه؟ يعني هيموت؟ طبعًا هيموت. يا لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رمز هيموت. طيب حضرتك قدامه قد إيه؟ بص أنا مش هقول لك زي بتوع التلفزيون والسينما والكلام الفاضي ده، فاضل له 6 أشهر ويموت، فاضل له سنة ويموت، الكلام ده علميًا خطأ جدًا. مفيش حد يقدر يحدد هو هيموت امتى بالظبط. هو قدامه بالظبط 16 يوم و3 ساعات و56 دقيقة من دلوقتي. طب حضرتك يعني هو عنده ايه بالظبط؟ ورم في المخ في حالة متأخرة جدا. ياه، وجاله منين ده بس؟ الورم؟ لا المخ ده. عادل الترابيزة بتلمع يا حبيبي؟ عادل يا حبيبي انا بكلمك، مالك قاعد متضايق كده ليه؟ انا اصلي طردت رمزي النهارده من البازار. طب فين المشكله؟ ما انت كل اسبوع بتطرد رمزي من البازار وبترجعه تاني، هو اصلا ملطشه واخد على كده. المره دي بقى مش هينفع ارجعه تاني. ليه يا حبيبي؟ هو مسافر. هو مسافر، هو من جهه مسافر مسافر. ايه يا عادل مالك؟ رمزي ماله؟ في ايه؟ رمزي عيان قوي يا ماما، عنده مرض خطير وهيموت ان شاء الله في خلال 16 يوم. يا حبيبي. يا عادل يا حبيبي
عادل انا اسفه جدا، ما كنتش اعرف يا بيبي ان انت عندك احساس مرهف للدرجه دي اتجاه رمزي بالشكل المكحف ده. والله ولا انا كنت حاسس بكده ولا كنت عارف ان انا يعني هحس بكده يعني ده. طب بس يا عادل طب ليه يا حبيبي ما فكرتش انك انت تعالجه؟ يا ماما حالته الدكتور بيقول ان هي ميؤوس منها خالص يعني، وبيقول 16 يوم 16 يوم. طب وايه الحل دلوقتي؟ الحل يا ماما ان شاء الله انا بفكر ان انا اقعده من الشغل عشان يرتاح اخر ايام في حياته، وبفكر كمان اجيبه هنا في البيت يعني عشان يعيش اسعد ايام حياته قبل ما يتكل يعني ان شاء الله. لا طيب معلش مش مشكله. وبعدين في حاجه تانية كمان مهمه قوي يا جماعه، بالنسبه لك يا رانيا تفهمي مامتك وتفهمي اختك يتعاملوا معاها عادي يعني من غير ما يحسسوا انه هو هيموت عشان ما يموتش قبل ما يموت في الميعاد اللي هيموت فيه يعني. وانت برضه تقولي لسنه يا ماما عشان يعني ان شاء الله يلا هانت يعني 16 يوم ان شاء الله. ما تكرهونيش بقى قبل ما يموت. ايوه جاي رص على شجره ديفه بلاها ديفه مع قهوه ساده الاستاذ رمزي. ازيك يا رمزي؟ رمزي انت زعلان مني ولا ايه؟ يا ده رمزي ده احنا اصحاب يالا واولاد عم واخوات ومتربيين مع بعض، لازم ترجع الشغل يا رمزي. رمزي يعني المفروض ما تزعلش مني يعني يا رمزي، حتى لو اتنرفزت عليك شويه يعني احنا اخوات. لعلمك بقى من ساعه ما انت سبت البازار والبازار بيحقق خساير فظيعه ما حصلتش. احسن اخيرا اخيرا عرفت معنى وجودي وقيمه وجودي في البازار بتاعنا ده. طبعا يا رمزي عارف قيمه وجودك يعني، ده لعلمك انت اهم واحد في البازار، اهم من التماثيل كلها. طيب بص يا دول انا هفكر يعني، على فكره انا جالي عروض كتير قوي يعني من بازارات مختلفه لما عرفوا خبر الفسخ بتاع العقد ده اتسرب يعني، ده انا لسه جايلي عرض من بازار ريال مدريد. ولا انت هتستهبل يالا هتعمل لي فيها عماد متعب؟ عرض ايه اللي جالك من ريال مدريد يا شفت يا دوله صوتك بيعل عليا تاني وفي حته غير البازار يا دوله. ماشي لعلمك بقى انا دماغي دي توزن بالك. دماغك اقعد. طيب يا رمزي اقعد. طيب يا رمزي رمزي انا بهزر معاك، ما تاخدش كل حاجه بجد كده يا رمزي. لعلمك بقى البازار مليان شغل كتير، لان التماثيل كلها بقت متربه. ايه ده التماثيل حبايبي؟ دولا وتمثال امين حتب مطرب برضو؟ امين حتب ام حتب مسميه امين. مطرب وبيسال عليك بيقول في الرمز يجي نظفني. حبايبي ابقى نظفه انت بقى، انت هتكلفتني ابقى نظفه انت. خلاص يا رمزي بقى ما تزعلش بقى وما تقفش كده على كل حاجه. يلا يا رمزي بقى هتيجي معايا على البازار يلا. ماشي يا دولا ماشي، يعني انا مش عارف اقول لك غير ماشي، بس انا ليا شرط يعني، انا عايز فتره راحه 15 يوم يعني فتره راحه استجماتيزم كده. استجماتيزم؟ طب ليه 15 يوم؟ ما هم 16 يوم وبعد كده هتاخد راحه. اجباريزم. تعالى يا رمزي خش يا ابني خش بيتك ومطرح. انت مكسوف ولا ايه؟ لا ما انا عارف يا دولا بيتي. وكويس طبعا ان انت جبت الدولاب بتاعك معاك ما شاء الله. يا رانيا رانيا خير يا عادل؟ انا جبت رمزي معايا اهو. لا حول ولا قوه الا بالله، ما مش عارف اقول ايه. بقيه في حياتك يا رمزي، بالبقيه في حياتك وانت من اهله. بقيه في حياه مين يا دولا؟ ايه ده؟ في حياتنا جميعا يعني ان شاء الله كل اللي عايشين بتبقى البقيه في حياتك. ايه يا رانيا؟ ايه يا رانيا؟ معقوله تقولي له بقيه في حياتك؟ كريحة لما هقول له ايه في موقف زي ده؟ سيبيه. رمزي ازيك يا رمزي؟ قلبي معاك يا حبيبي، والله هتوحشني قوي والله. ربنا يخليك يعني يا مرات عمي. والله دولا هو انا مسافر ولا حاجه؟ ولا انت جايب لي عقد عمل في الخليج؟ هو عقد عمل بس مش في الخليج يعني، وبعدين مش عقد عمل، عقد عمل هو بتبقى ورقه صغيره كده من الصحه يعني. دول انا مش فاهم حاجه يا جماعه. طيب انا هنام فين بقى دلوقتي؟ انت يا سيدي هتنام في اوضتي يا رمزي. ربنا يخليك يا رب يا دوله. اكيد خايف اسيبه لوحده في البازار. انت بتفكر بحيث ان انا ما اسمعكش قدامي يعني؟ والله يوحشني غباوتك دي، والله توحشني غباوتك دي. احنا هننام فين؟ ايه يا رانيا؟ هننام في اي حته
وهي كلها 16 يوم يعني، ونرجع ننام تاني في اوضتنا يعني. مات؟ بقول لك ايه مين اللي بدا ما شاء الله بتغير اساسا؟ انا بردانه ومش عارفه انام، لو سمحت ما تسحبش اللحاف. طب اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ مش كفايه ان انا انام على الارض، انام على الارض وكمان من غير لحاف. وانا مالي؟ انا مالي؟ انا مالي دلوقتي؟ احنا مش لعبنا ملك وكتابه يا ابن الناس، وانت طلعت كتابه يعني انا اطلع انام هنا على الكنبه وانت على الارض، ولو بردان اتفضل روح هات اللحاف من جوه من الاوضه. ايه؟ اجيب اللحاف من جوه من الاوضه؟ حرام عليكي، يعني عايز انا اخش اصحيه؟ يعني كفايه بس الكام يوم اللي فاضلينه في حياتي دول ينامهم، حرام عليكي حرام عليكي. بص يا عادل، انا عايز اقول لك على حاجه، انا مستحمله علشان انا عارفه احساسك المجحف المرهف اتجاه ابن عمك، لكن انا هو ده اللي مصبرني، غير كده انا حطق لان انا مش عايزه اقلب البيت على دماغك. ايه يا دول؟ ايه يا ابني انت وهي؟ ايه الصوت العالي ده؟ انا مش عارف انام. لوك 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 وراغي وملك وكتابه، ملك وكتابه ايه بالليل ده؟ معلش احنا يعني متاسفين جدا يا رمزي، احنا خش نام انت يا حبيبي، خش نام. خلاص يا سيدي قبلت اسفك، بس ما تتكررش تاني، والا والله العظيم ارجع البازار تاني. لا فاهم فاهم. لا خش انت، يلا تصبح على خير، تصبح على خير، خش نام. انا عايز اعرف هو بيكلمك كده ليه؟ معلش يا راني هعمل له ايه يعني؟ هروح اقتله ولا اموته؟ ما انت عارفه كلها 16، لا 16 يوم ايه ده، كلها يعني 15 يوم و3 ساعات الا ربع وخلاص. يا غرفه داهيه، برضو عايزه اعرف هو بيكلمك كده ليه؟ يا رانيا رانيا مش معقوله يعني. احنا اسفين يعني بالنسبه للازعاج يا رمزي، مش هيحصل. لا رمزي نو لحاف انت نو نو مات. رمزي ايه ده؟ رمزي ايه ده؟ رمزي مات واتبخر ولا ايه؟ رمزي يا رانيا يا رانيا رانيا في ايه يا عادل؟ مش عارف، مش لاقي رمزي، يظهر مات واتبخر ولا حاجه وسايب لنا حاجه من ريحته، شامين الريحه. قلت لكم يا جماعه لازم تاخدوا بالكم منه، شكله كده مشي وما عجبوش القعده في البيت. يعني ايه مش هيكون راح فين؟ ما هو لو كان مشي كنت انا حسيت بيه وهو خارج. وانا ما شفتوش وهو خارج من الاوضه. امال يعني هيكون راح فين؟ انا مش فاهمه انا ايه الخفانه اللي احنا فيها دي طول. رمزي؟ هو نايم؟ يخرب بيتك، على طول نايم على الارض، ما يعرفش ينام على سراير ابدا. لما هو هيتهبب ينام على الارض، ايه الاحوال؟ ما كانت تلقح بره وكنا احنا قعدنا في اوضه المعيشه الزوجيه يا عادل. معيشه زوجيه ايه؟ مش وقت اللغه العربيه خالص دلوقتي. اوعي لي اوعي لي يا رانيا اوعي لي. يا رمزي 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 ايه ده؟ رمزي كان جزمة كان جزمة. ايه الدوشة دي يا جماعة؟ ايه الدوشة دي؟ انا مش قايل مفيش صوت من امبارح؟ ها؟ وبعدين مين اللي فتح الباب كده من غير ما تستأذنوا؟ ما اعرفش نام يعني ينون ولا ايه يعني؟ حضرتك انا عايز مقبره يعني تليق بواحد قريبي اللي هيدفن فيها، فاتمنى انها تكون مقبره فرعونيه، نظرا لان انا راجل اعمال بشتغل يعني في الاثار وكده، فتكون مقبره فرعونيه وعليها نقوش فرعونيه. فرعوني فرعوني، تحب حضرتك اعمل لك مسله امام المقبره؟ مسله ماشي اوكي، بس هو يا دوبك على قد المسله، يعني مش معقوله نخش بقى نعمل معبد مثلا زي بتاع الكرنك، ولا نعمل زي الاهرامات عشان يدفن فيها، لان اساسا المسله هو مش فاهمها يعني. حضرتك اهم حاجه بقى الرموز والحاجات اللي فيها دي. يعني النقوش نقوش تدل على المتوفي، يعني مثلا تاريخ حياته، البطولات والمعارك اللي اشترك فيها، شجاعته. وحضرتك ما عندوش لا تاريخ ولا جغرافيا ولا شجاعه، لكن لو هنعمل بقى يعني رموز ترمز ليه بما انه هو يعني رمزي يعني، فحضرتك ممكن الرموز دي مثلا يبقى حمار، تماثيل مكسره، حرائق، خسائر، جزمه، دي كلها حاجات ترمز ليه يعني. السلام عليكم، ازيك يا دوله؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا رمزي، انت ايه اللي جابك من البيت يا ابني؟ بصراحه دوله انا زهقت من قعده البيت دي يعني، وبعدين كل اللي في البيت شكلهم زعلانين. دوله ده كانهم حد هيموت لهم مثلا. حد هيموت لهم ايه يعني؟ هو لا. مين الاستاذ؟ الاستاذ ده انا زي ما تقول كده هو يعني وكيل اعمال، واللي من غيري ما يعرفش يمشي اي حاجه في البازار، وابن عمي كمان. دوله بقول لك هو مين ده وانا عايز ايه؟ بعدين ها استاذ، قلت ايه بقى؟ يعني ان شاء الله امتى حضرتك هتبقى جاهز باذن الله؟ اسبوع واجي لحضرتك اخد مقاس الموميا، والمقبره ان شاء الله هتكون جاهزه بعد اسبوعين من دلوقتي. ايه ده دولا، انت اكتشفت في مقبره ولا ايه؟ دولا والنبي يا دولا، انا اموت واشوف مقبره. تموت وتشوفها؟ ما انت لو مت مش يعني، بس المقبره موجوده، هتشوفها ان شاء الله. مش هتشوفها بس ده انت. ايه ده؟ الله، ما فتحوا فرن في الحمام ولا ايه؟ بلاش هزار يا عادل، ما تهزرش، كفايه ان انت السبب في المصيبه اللي احنا فيها دي. مصيبه ايه؟ رمزي ابن عمك اللي جايبه يعيش معانا هنا. انا مش قادره افهم هيعيش معانا هنا ازاي؟ هي المصياده ناقصه فرنان؟ عزك المشرحه ناقصه قتله؟ يا جماعه حرام عليكم، دي اخر حاجه يعملها قبل ما يموت. معلش يعني نستحمله شويه يعني، هو احسن يكون حصل له حاجه في الحمام ولا حاجه، ولا استنى اشوف، احسن يكون مات. رمزي ما بيردش يا ابني، ده بقاله ساعه في الحمام مش عارفه هو بيعمل ايه. انا قلقان، ده لو كان بيركب مواسير العماره كلها كان خلص يا عادل. معلش يا جماعه، هو يمكن عايز يشبع من الحمام قبل ما يتكل يعني. ياسمين قلت لك مليون مره اوقفي في مكانك، خليكي حاجزه احسن حد ياخده. حاضر يا ماما. ماما نسيت الشامبو تاني، ممكن تحجزي لي مكاني؟ طب بسرعه ياسمين، شوف محدش ياخد مكاني. مامي 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 ارحموني بقى ارحموني، لحسن جوزي ده انا عارفاه ممكن يجيب بنت خالته تنام على الكنبه وانا انام في المطبخ. انتوا بتتكلموا في ايه يعني؟ هو انا ناقص يعني هنام في المطبخ فين؟ انام في الكازارول؟ لا انا بقى اما حضرتك تنامي في المطبخ. يا اخوانا والنبي مش ناقصه تقطيم، احنا نستحمل الواد بس لغايه ما يتكل. حرام عليك يا اخي، ده ابن عمنا برضه. انا يتكل، ده عاوز يشرب شاي. لا بس هو الحقيقه ما قالش اذا كان عايز يشرب شاي في فنجان ولا في كوبايه، كان لازم يوضح. بطلوا افترا بقى يا رانيا، ما الراجل واضح قال هيشربه من بوز الابريق على طول. ما اشربش الشاي عشان ازوزه، انا ما اشربش الشاي. ايه ده مش عايز يشرب شاي، ده عايز يشرب كزوزه. ده بقى انا عايز يفطر في الحمام. يا جماعه حتى لو عايز يفطر في الحمام نحقق له اخر رغبه في حياته. والنبي يا جماعه يعني ايه نشربه شامبو وصابون ويسقي الليفه في البطاس؟ الكلام ده لو عايزين نعمل له غسيل معده، احنا مش عايزين نعمله. ايه الدوشه اللي انا عايش فيها دي؟ ايه دول؟ الواحد ما يعرفش يقعد في الحمام براحته يا عم، يقرا مجله سمير وتهته. لا ايه الراحه. المهم يا دول حضر لي بقى الفطار بتاعي بسرعه. حاضر. تحب تفطر ايه يا رمزي؟ الواحد يا دول بيبقى على الصبح يعني ملوش نفس كده، هون اعمل لي سندوتش ملوحه او فسيخ او رنجه او اي حاجه زفره وخلاص يعني. عينيا في حاجه تانية؟ ايه هتعرف تجيبهم ولا عينيا ولا ايه؟ لا عينيا اجيبهم لك طبعا. مرعوب، خايف اسيب له البازار يقعد فيه لوحده يغرق. معلش يا رمزي، اما تفكر مع نفسك ابقى فكر بصوت داخلي يعني، ما تطلعش صوتك بره عشان اسمعه. والله توحشني غباوت. يلا غور 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 ايه دول؟ ما غور 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 ماشي كده، فاضل بالظبط 5 دقايق ويموت. انت متاكد من الموضوع ده يا عادل؟ متأكد. إيه اللي متأكد؟ متأكد جدا يا اخوانا، الإشاعة بتاعته موجودة اهو، وده حسب التوقيت المحلي للدكتور. جايز، الله أعلم. يا رب ده عمره ما قال أي ولا عندي أي صداعات ولا أي حاجة خالص. أيوة، لأنه ممكن يبقى المرض الموقوت المدفون اللي ممكن ينفجر في أي لحظة مؤقتا. يا نهار أبيض، لا ينفجر فينا ويموتنا. يا ماما ما تخافوش يا ماما، المرض ده مش معدي. ثانية واحدة. وحدوه لا اله الا الله. انا جاهز دلوقتي وكل شيء جاهز على التنفيذ. التسليم امتى؟ انت ليه محسسني يعني كده؟ هو ان احنا بنهرب ممنوعات ولا حاجه؟ قصدي تسليم الامانه عشان نشوف شغلنا.
يعني انا في انتظار دلوقتي ان شاء الله اول ما يحصل خليك انت تحت، هصفر لك تطلع على طول. حاضر ماشي، انا في الانتظار تحت ومستني. وحدوا لا اله الا الله. الحمد لله ان الجلابيه السوداء اللي انا اشتريتها نفعت اهو. وانا كمان اخيرا لقيت لي الشيل بتاعي لازمه. يا جماعه يا جماعه راعوا شعور، يا جماعه بتتكلموا على الموضه في عزا، معقوله راعوا شعور الراجل جوه هيموت يا اخوانا. افتكرت يا عادل، والله ده انا كنت نسيت. والنبي خش يا عادل شوفه ودع ولا لسه. ماشي هخش اشوفه، ربنا يسهل ربنا. يو مين اللي جاي تاني ده؟ وحدوه. لا اله الا الله. انت لسه ما صفرتش يا عمو. انت محسسني ليه ان احنا داخلين مغاره علي بابا؟ قلت لك اما يحصل ويسافر هصفر لك. يلا. حاضر ماشي. وحدوه. لا اله الا الله. يا جماعه يا جماعه، يعني انا حاسس بجد يا اخوانا ان احنا مقصرين بشكل ما، انا مش عارف ازاي لكن حاسس ان احنا مقصرين. انتوا ايه رايكم؟ يا عادل ما تخش تشوف الراجل خلص جوه ولا لسه؟ عشان عندي ميعاد يا عادل. انتوا رايحين تعزوا ولا ايه؟ لا احنا لسه بنستعد للعزا، يعني مالكش انت دعوه بالموضوع ده. خش انت موت يا قصدي خش نام. لا يا عم انا مستريح كده، خش نام ليه؟ ولا تعبان ولا اي حاجه. يا نار يا دوله، في ايه دوله؟ في ايه؟ انا اتخضيت. في ايه رمزي؟ كنت عايز اسالك سؤال، هل يا ترى حاسس ان انت عندك صداع نصفي مؤقت؟ انا حاسس ان انا جعان، عايز افطر يا دولة، عايز افطر. الحق يا عادل ده لسه عايز يفطر. وفيها ايه؟ فيها ايه؟ اي حد بيبقى مثلا هيعدموه ولا حاجه قبل ما بيموت على طول، وقبل ما يعدموه بيسالوه نفسك في ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي يا رمزي نفسك في ايه؟ نفسي ابطل سجاير. بطلها يا رمزي، بطلها. رمزي كان عندي سؤال تاني، هل انت للاسف حاسس بان انت عندك عمى مؤقت مزمن؟ مؤقت مزعن؟ ايه ده دول؟ انا مش فاهم حاجه. دول ايه رانيا بتقول ايه؟ لا مش مهم مش مهم، خش انت موت دلوقتي، خش انت نام دلوقتي، خش نام خش نام. لا يا دول بص انا بقى مستني واحد صاحبي كده هون علشان هيجيب لي الاشاعه بتاعتي. الاشاعه بتاعتك؟ الاشاعه الاشاعه الاشاعه. قصدك دي يا رمزي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه هي دي صح. ايه اللي الاشعه دي؟ ايه اللي جابها هنا؟ ليه كده يا سناء؟ ليه كده؟ يلا بقى يا اخي خلصنا، خليه يعرف الحقيقه العاريه، يعرف ان هو هيموت دلوقتي في اللحظه دي حالا ونخلص بقى. انا عندي معاد يا جماعه، عندي معاد. بس ايه ده؟ مين اللي هيموت ده؟ دول مين اللي هيموت؟ انت يا بني ادم اللي هتموت. انا هموت؟ انا صراحه يا رمزي ايوه انت هتموت يا رمزي. ايه ده؟ مين اللي قال كده دولا؟ مين اللي قال كده يا جماعه؟ الدكتور هو اللي قال كده، وبأمره الاشعه دي كمان اثبتت ان انت هتموت يا رمزي. يا جماعه يا جماعه ما تحزنوش قوي كده، الاشعه دي مش بتاعتي يا دولا، الاشعه دي بتاعت المرحوم ابويا الله يرحمه يعني، فانا قلت الواد سرنجه يجيبها لي عشان احطها بقى صورها كده، وما عنديش صوره لابويا. يعني تجيب اشعه بدل صوره ابويا؟ يعني انت مش هتموت؟ لا يا دولا، ده ابويا يا دولا. يا عم خضتوني بقى، انا عايز افطر، عايز افطر بقى دلوقتي. امشي امشي. لا تمشي، وده كلام هنفطرك. هات الاشعه دي بتاعت ابوك الله يرحمه. الله يرحمه. وانت عايز تفطر؟ ايوه دولا بقى. الحقوا يا جماعه، رمزي عايز يفطر.